بسم الله الرحمن الرحيم أرضي مركز السود هذا وبرنامج كني وحبر شذا إفغان درس جاها إتابع قرني سي وزارد وحبر شذا هداية تعليم تصريح دولة الفدرال الصومالية مدد إني عربي جا فصل كسديدات وعن كجرني مدد إني عربي جا فصل كسديدات حين أصل لما دسيت أتكور قبطان عطب كوبات أما الوحدة الأولى ما أنت دو إلهي رهض وحن بالله بينا وحدة دي اللبات يا مقرر كأنه أصل كسديدات الوحدة الثانية العلم والعلماء علمك يا علماء يا دولك يا كل يهين مغضى عربك أيان هلكا كقل دونها دو إلهي رهض درس جيسة كوبات يا وحدة اللبات أما عطب كاللبات وحن نغضنا العلاقات الثقافية والحضارية حرير ردا حق النقنكا البحن مدى ددكا ومدها ضد يوغا نحمرتو أيها الكا كبك بلابد ونهد بلا يرهدو شعب كان الصوماليات وشعب عربيات حرير أدقنا الله عبوها دول العربية أما اللغة العربية قبل حرير غير لله سادر تدمر كدرسك وحنا فهمسين دونا وحبدا حرير كان نقاد لحيو أنك أمدهان صومالي دعا اللغة العربية أمدها عربية يسيد أن نسكود أحقلنا يهالك ونوغي يمد عموما سيدو كلو حكاية دونا درسك إن شاء الله تعالى وأذكارك دونا نسكيسة ما دام أن مسلمين هاي مسلمين تا إيو اللغة العربية من حرير دار وكرد حيو يدنا وحكا ستكفى من دونا استخدم الشعب الصومالي شعب الصومالي وحقو أدك سدي اللغة العربية اللغة العربية أدك سنجري قديما ويدي هوري سجل أدك سنجري اللغة هان سيدلو أدك سنجري الشعب الصومالي أدك سنجري في مراسلاتهم ومعاهداتهم ومعاملاتهم التجارية مراسلاتك ووحل سدره ورقضاء لسدر الجري قف كبير كسعوته قف كبير كسعوته معاهدات يبلمو يهشيسية لقلان ويجرين وإيدادك وذا قلان معاملات تجارية وهشيسية دا أما وطنقنك أما يستحقلك حقا قناعسك انتو بوحلو أدك سنجري لغد عربك واقيني ورساسا نو أدك سنجري وحينما دخل الإسلام إلى الصومال دين الإسلام كمركز يسوق على الصومالية هاجر إليها كثير من الصحابة تفر بضم وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما ده يسوق جرودي عند هجرتهم إلى الحبشة مركز يمادين رولك لا يقن أرض الحبشة مركز يسوق جارين أيه نسوق جارين كما أتى إلى الصومالي بعض التجار العرب سيدوك لو حين نسوق جاري ضد كم ده جن عسات ده عربيات نوي نسوق جارين وسكنوا في المدن الساحلية مقالوا يفر بضم أو مقال حبادي ده يدقين تقدر تدمرك وحصاب بحذي خرجت اللغة العربية من عيزها ضيق لغة العربية هنا كسب بحضه عريرجة يكون جرت أدكسجة هنا كسب بحضه حيث كانت محصورة على عدد قليل من السكان حيث كانت محصورة لغة العربية ما يقص مركو حي هيد متكو كوبن على عدد قليل من السكان دجان يرد دجن أي لغة كو كوبنيت سداء كو كوبنيت يجدونها وحي هجاجين جرين قراءة وكتابة وتحدثا لغة واسد حداس قفك لجيسك أم باكم بقرر مهارات اللغة العربية مهارات اللغة الأردن هيا وحكيكوا بيهن قراءة أخرنتا كتابة قرالك تحدث وهذا الكهيو لجيسك مركب أم ذا يربى هالك هسكوا جد جري صار مركب يمادن عربتي مركب أود دي بلارت اللغة العربية واتسعت رقعتها أود دي بلارتي وانتشرت في صفوف المواطنين انتشار قوة محي وافدت وإن اللغة كف دي دبلمان مواطنين تعودن في تلك المدن مقالوين كساحلية مقال حباد يضع أيها كفي الدي كذب مركب حد عاي ويرجع الفضل فضلك الله بنا في ذلك الرنكاس إلى علماء العرب علماء العربيات المهاجرين يسوه جروتي وصومالي يسوه جروتي الذين هو سبدأوا بلابين فور وصوله مركب يسوه قارين إلى الصومال وطن كصوماليا يعلمون الناس ذاتك إن أي بران في المساجد مساجد إن كو بران هي برايا ذات كدينة اللغة العربية برايا لكن قافي وبرجرين على شكل حلقات على شكل حلقات ووريك مثلا مركات كشم مساجد إن الصومالي وحدارك الشيخة هي طلاب العلمي ذاتك وحبرنا هاي وسو وريك أفضل شيخ أورتيس والدوائر العلمية يقوم قوم إن أفضل يام بما أثر عن علماء المواطنين علماء المواطنين تأها الصومالية هي وحي أدرك دقين الذين علماء تعلموا برتي علوم الدين واللغة العربية علوم الدين تسلام هي اللغة العربية من هؤلاء المعلمين العرب المهاجرين معلمين تاس عربيات المهاجرين أنا كسوبرتي أيوة حيودك دقين إلى فتح المدارس الخاصة هنا فران مدارس كلولية المدارس الخاصة ومحيه ومدارس تقال كلولية هذا سنة ودك سومالي كجرت بسم الله قال كلولية أو الأهلية أما كوة أندوني قاعين
إنه كفران في المدن الكبيرة مقالوين كواوين، كما سافر بعضهم سيدة فرقضي وصفرين إلى المدن العربية المجاورة دولتها درس كنالاء سيدة يمن، مصر، سودان، دولتها خليجك، دولتها عربية درس كنالاء هنا وصفران لرفع مستواهم إنه يأبونت وذكروا قادان المعرفي مستواه ذا حيرك أبونات إنه يكروا قادان. وقد شارك وحكي قاتل هؤلاء علماء الصوماليين بعد عودته مركز الصولاتين إلى الوطن، يعني وطن الصومالي مركز الصولاتين وحكي قاتل في تعليم أبنائهم عرضوا إلى بران الصومال أو صدور الصومالية جوت. وهكذا سداس أي انتشرت اللغة العربية اللغة العربية يكون فافته في أنحاء البلاد وطن جديد السودان لتبقى فيها إلى نقطة لغة العلم لغة علمها ولغة برته وثقافة لغة دقنك ودين لغة دين الإسلام كلغة برته. وقد ساهمت وحكت قادتها البعثات المصرية كوحيه دولة مصر أي صدرت المدنية والأزهرية واسو مدنيها مجلس الأزهري وجامعة أزهر كيمن أيضا وحكت قادتها في تقوية الجذور العربية في الصومال تقوية وين حوجيان جذور العربية حيث تدى اللغة العربية تكون لها في الصومال وطن الصومالي إلى اللغة العربية يدين تنبري كريمة عرمة